أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن تصاعد حدة المعارضة للوجود السعودي في محافظة المهرة. طلب العديد من مواطني محافظة المهرة القوات السعودية بضرورة رفع الوصاية عن منفذ شحن. اتهم المواطنون السعودية بتعمد تعطيل حركة التجارة في المنفذ وعرقلة حركة المسافرين أيضا. إلى ذلك أغلقت قبائل المهرة مقر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في مديرية شحن بالمحافظة. وقد رفع المحتجون من أبناء القبائل شعارات مؤيدة للشرعية ورافضة للتواجد السعودي في المحافظة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي دوافع الوجود العسكري السعودي في محافظة المهرة؟ وما أسباب إغلاق مقر المجلس الانتقالي في المحافظة؟ نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. من يوم لآخر تتزايد حدة معارضة أبناء المهرة للوجود السعودي العسكري في المحافظة، حدة عبر عنها بمطالبات للقوات السعودية برفع الوصاية عن منفذ شحن الواقع على الحدود مع سلطنة عمان. يأتي هذا بعد تزايد الاتهامات للسعودية بتعمد تعطيل حركة التجارة في المنفذ وعرقلة حركة المسافرين أيضاً، وهو الأمر الذي عده المواطنون في المهرة بمثابة حرب اقتصادية على المحافظة خاصة والبلاد عامة. وقبل أيام كان مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي قد اتهم التحالف بالسعي وراء اقتطاع واجتزاء أراضي البلاد وجزرها، وهو ما دفعه إلى دعوة المواطنين لمنع أي استحداثات تقوم بها السعودية بطريقة مباشرة أو عبر أدوات محلية في المحافظة. وبموازاة ذلك أغلقت قبائل المهرة مقر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في مديرية شحن، رافضين ادعاءات المجلس تمثيله لأبنائها. ومنذ العام 2017 يرفض أبناء المهرة أي صراع مع الوجود السعودي في المحافظة، معبرين عن رفضهم من خلال مظاهرات واعتصامات تطالب بمغادرة المحافظة، خصوصا بعد سيطرة القوات السعودية على المرافق الحيوية كالميناء والمطار وتشكيل قوات موالية لها خارج الإطار الرسمي للدولة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من اسطنبول مسؤول التواصل الخارجي باعتصام المهرة السيد أحمد بالحاف. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ما هي أسباب التصعيد الأخير في المهرة ضد التواجد، ما قيل إنه ضد التواجد السعودي هناك؟ مرحبا بكم. بالفعل هو ضد التواجد السعودي عندما بدأت السعودية تتمادى في تصرفاتها وممارساتها في انتهاك السيادة الوطنية ومصلحة قانون الجمارك والعديد من الانتهاكات التي انتهجتها القوات السعودية في محافظة المهرة منذ قدومها، كاستيلاها على المطار والميناء وعدد من المرافق والانقلاب على مؤسسات الدولة ودعم الميليشيات التي لا تنضوي تحت إطار مؤسسي الأمن والجيش. ما حدث مؤخرا في مديرية شحن هو اعتصام واحتجاج سلمي من أبناء مديرية شحن على التدخلات السعودية في جمرك شحن وعرقلة الحركة التجارية وحركة المسافرين بين فترة وأخرى. فهذا يأتي استمرارا للهبة الشعبية التي دعا لها الشيخ علي سالم الحريزي في أغسطس الماضي، وتوافقا مع أهداف لجنة الاعتصام السلمي التي أعلنت عنها لجنة الاعتصام في الأيام الماضية. الاعتصامات السلمية في محافظة المهرة تأتي ضد التدخلات السعودية وممارساتها وتصرفاتها التي أتت بعيدا عن الأهداف المعلنة عنها، بل وأكتمل أركان الاحتلال وشكل الاحتلال في محافظة المهرة من خلال انتشار المعسكرات والقواعد العسكرية في شتى مديريات المحافظة وعلى كثير من المواقع، وأيضا دعم الميليشيات والمتطرفين في محافظة المهرة. طيب في هذا السياق، يعني هل هذه من تخاطب، يعني هذه الاحتجاجات تخاطب الحكومة أم أنها تخاطب أيضا الرأي العام بشكل عام وتدعو بقية الناس للتظاهر بهذا الشكل؟ الاحتجاجات في محافظة المهرة تخاطب الشرعية الدستورية مثل انتقامة الرئيس، تخاطب قيادة التحالف الممثلة بالمملكة العربية السعودية، تخاطب الرأي العام الدولي والمحلي والإقليمي بأن تكون محافظة المهرة كما هي محافظة آمنة مستقرة. فما شاهدنا يعني قبل نوفمبر 2017 وقبل دخول القوات السعودية محافظة تتمتع بالأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بل مثلت منطقة آمنة للنازحين من تبعات الحرب في المحافظات الأخرى، وكانت الحضن الآمن للجميع.
ولكن لو أوجدنا مقارنة بين المرحلة قبل نوفمبر 2017 وبعد، نجد أن منذ دخول القوات السعودية ودعمها للميليشيات وتهميش المؤسسات الشرعية للدولة، أن الوضع يتجه نحو الأسوأ، وأن الوضع يتجه نحو عدم الاستقرار وإلى الانفلات الأمني. فلذلك نحن نناشد الجميع بأن يحافظ على محافظة المهرة. نحن سنتفهم مصالح السعودية إذا كان لها مصالح، ولكن في الطرق القانونية وفي الوضع المستقر، فإن البلد تشهد حرب في هذه المرحلة، ولا يمكن أن يكون هناك أي مصالح أو أطماع أو استقلال في هذا الوضع. أبناء محافظة المهرة وأبناء الشعب اليمني جميعا يرفضون هذه التحركات وهذه التصرفات غير المسؤولة، والتي نرى فيها أنها تهدف إلى خدمة أجندة خاصة بعيدا عن أهداف التحالف المعلن عنها، وعلى وجه الخصوص حماية الشرعية وإعادتها إلى اليمن. يعني في سياق حديثك على التواجد السعودي، من وجهة نظركم ما هي دوافع هذا الوجود، وما هي دوافع هذه الممارسات التي تقوم بها القوات السعودية؟ نحن في محافظة المهرة عزيزي، لمسنا من التواجد السعودي أن له أطماع خاصة يريد أن ينفذها في محافظة المهرة، من خلال أنه الانفراد بالرأي في محافظة المهرة، وعلى رأسها مطامع مد أنبوب النفط إلى البحر العربي، وكثير من المطامع التي لا زالت خفية. فالسعودية لو كان لها مصالح تنفهمها بشكل قانوني بعيدا عن هذه التحركات المشبوهة. فما لمسناه في محافظة المهرة أن هناك أجندة خاصة تريد أن تنفذها السعودية في محافظة المهرة، وجلبت المحافظ المدعو راجح باكري لتنفيذ أجندتها والسماح لها بالتوقف في المحافظة أكثر فأكثر فأكثر. وهذا ما نشاهده وما نلمسه على أرض الواقع من خلال المعسكرات التي انتشرت وقواعدها العسكرية في مديرية محافظة المهرة، سواء الساحلية أو الصحراوية. فلذلك نحن نقول للجميع يجب الحفاظ على محافظة المهرة، فمحافظة المهرة محافظة يمنية وهي البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية. فاليوم نرى السعودية تشرع عن المجلس الانتقالي الذي يهاجم الشرعية، وهي كانت تدعي أنها تحمي الشرعية من المتمردين، ولكن للأسف نرى اليوم السعودية تحفظ على المجلس الانتقالي المتمردين على الدولة، المحاربين للشرعية تحفظ على السعودية وتشرع عنهم وتجبر الشرعية على الجلوس معهم والاتفاق معهم. فنحن نعتبر اليوم أن الشرعية مستضفة القرار في الرياض. تفضل بالبقاء معي سيد بالحاف، ورحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي السعودي سيد سلمان عسكر. سيد عسكر، إذن هناك من يتساءل عن لماذا تظل القوات السعودية في المحافظة في المهرة نتحدث، رغم أنه لا توجد هناك أي مواجهات أو تواجد لميليشيات الحوثي هناك؟ في البداية أحييك وأحيي ضيوفك، وما تتحدث عنه أنت وضيفك الآن عن مطالبات برحيل القوات السعودية. التواجد السعودي الإماراتي في عدة مواقع يمنية كما تعلم هو يأتي في مخض حفظ واستقرار المواقع التي تسيطر عليها الشرعية، ولا تزال هناك بعض النتوءات الإرهابية أو من يعملون لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في تلك المواقع. ما يحدث في المهرة لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في شبوة عزيزي، فبنظرة فاحصة للأحداث كانت هناك تحركات أو معارك هويتها مختلفة تماما عن أهداف الشرعية أو عن استقرار اليمن بصفة عامة. ما يحدث في المهرة يا سيدي هو ليس احتلال كما يطلق عليه، احتلال سعودي إماراتي، سمعنا مثل هذه العبارات مرارا وتكرارا، وكأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تريد من المهرة أن تصبح في حاضنتها وما شابه ذلك. هذا الكلام غير صحيح. المهرة مثلها مثل شبوة، عدن، لحج، محافظة يمنية ليس لأحد فيها لا ناقة ولا جمل سوى إعادة الاستقرار، كما حدث وسبق من المجلس الانتقالي الذي نحن الآن في مخ توقيع اتفاقية نهائية بشأنه. هناك عدة عوامل لعل منها المجلس الانتقالي أو ما أحدثه ذاك المجلس من فوضى في بعض المواقع. البعض حاول أن يقيم دولة خاصة له سواء في شبوة أو في غيرها من المحافظات، كما حدث يا سيدي المحافظ تم محاصرة منزله، تم تهديده، تم من تهديد الأمن والاستقرار في المهرة. كل هذه العوامل استدعت وجود غرفة عمليات مشتركة بين قوات سعودية وإماراتية وأيضا
من الجيش أو الأمن اليمني. الهدف الرئيسي هو طيب، لكن إلى الآن إلى الآن سيد عسكر لم توصف يعني من يهدد الأمن والاستقرار في محافظة المهرة. الحوثيين، هل هم الحوثيون أم من بالضبط؟ لا، أنا لا أتكلم عن الحوثيين في هذه النقطة يا سيدي. للأسف أن من يهدد أمن واستقرار المهرة هم أشخاص محسوبين على تيارات خارجية معينة يعملون من أجل إثارة الفوضى وعدم وجود أي مخرج يؤدي إلى تصالح بين اليمنيين أنفسهم أنفسهم. ما حدث يا عزيزي في المهرة منذ قرابة شهرين والكل يعلم به، ليس هؤلاء لا مع الشرعية ولا مع الحوثي ولا مع الانتقالي، كانوا يريدون أن يعملوا وفق أجهزة خارجية. لا نريد أن نحدد بالأسماء تبع من وكيف كانوا وأين كانوا قبل عدة أشهر. يعني أنا ما أريد أن أذكر اسما صريحا للدولة، تفضل يعني ما ليست هناك مشكلة. البعض كان في قطر يا سيدي، من بعض الذين يقودون معسكرات في داخل المهرة. من هم؟ كان موجود في قطر قبل أقل من 5 أشهر ثم عادوا إلى اليمن. كل ما يحدث يا سيدي أنا أقولها لك صراحة ووضوحا هو بسبب التقارب الكبير الذي وصلت له قوات الشرعية والمجلس الانتقالي من اتفاق. ولذا سنشهد في المهرة وفي شبوة وفي عدن وفي غيرها مثل هذه الأعمال التي الهدف الرئيسي منها هو عدم توحد الكلمة أو وجود اتفاق ومخرج نهائي بين الشرعية والمجلس الانتقالي. هؤلاء يا سيدي بتهديدهم للأمن لن يطول. الجيش أو التواجد السعودي أو الإماراتي ليس من مصلحته التواجد في الأخير يا سيدي، هو ليس حريص على هذا التواجد، لكن هدفه وفق اتفاق مع الشرعية إعادة الاستقرار والحفاظ على الأمن في هذه المنطقة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد عسكر. أعود إليك سيد بلحاف، سمعت ما تفضل به سيد سلمان عسكر. يعني في هذا السياق من يحدث يعني من هم في المهرة، هناك من هم في المهرة يحاولون القيام بإقلاق السكينة هناك وافتعال المشاكل هناك وقد كانوا في قطر كما يقول. أقولها لك صراحة، أولا بالنسبة لدولة قطر لا تعنينا، فنحن لم نرى أي عسكري قطري أو جندي عسكري أو جندي أو مدرعة قطرية في محافظة المهرة. ثم أن الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار هم أشخاص محسوبين على 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 القوات السعودية ومحسوبين على السعودية، أو على رأسهم راجح باكريت، فالميليشيات تتبع القوات السعودية وتمويلها من مطار القيضة حيث القاعدة السعودية، العصابات التي تعمل صالح القوات السعودية، أبناء محافظة المهرة كان موقفهم واضح، الشخصيات الاجتماعية والشخصيات السياسية والأحزاب ببياناتها الموثقة أيدت الاعتصام السلمي وأهداف الاعتصام السلمي، وهذا الأمر يكفله الدستور والقانون اليمني. فنحن عندما نرى السعودية تتوقع في محافظة المهرة وتخلق مبررات غير صحيحة أن نرفض هذا ونرفض هذه الاتهامات الباطلة والمزيفة. السعودية تحاول أن تخلق لها مبررات للتواجد أكثر داخل محافظة المهرة، وهذا احتلال واضح نرفضه قطعا. فنضالنا لا زال سلمي، ونشكر الشيخ علي سالم الحريزي والقبائل محافظة المهرة التي أعلنت عن هبة شعبية في أغسطس الماضي لتوقيف لإيقاف عمل الميليشيات داخل القيضة، وفعلا كانت الهبة الشعبية لاقت قبول كبير من قبائل محافظة المهرة. هل قبائل محافظة المهرة جميعها تعمل على زعزعة أمن واستقرار محافظة المهرة؟ هذا أمر لا يعقل. فأبناء محافظة المهرة سيحافظون على محافظتهم، وكما قلت لك سابقا بين نوفمبر 2017 ما قبله وما بعده فرق كبير، حيث كان قبل أبناء محافظة المهرة يتمتعون بالأمن والاستقرار، ولكن فيما بعد دخول القوات السعودية وجدنا أن محافظة المهرة تدخل إلى مربع الصراع والفوضى بدعم وتمويل وأموال سعودية. للأسف نحن كنا نتمنى من الأشقاء في السعودية أن يدعموا محافظة المهرة في مجال التنموي في المجال الاقتصادي، وسنكون مرحبين بهم، ولكن للأسف ما وجدناه من الأشقاء في السعودية هو إدخال محافظة المهرة إلى مربع الفوضى ومربع الصراعات. ورغم طيب يعني في هذا السياق في هذا السياق سيد بلحاف، يعني هناك أنباء الحديث على إغلاق مقر المجلس الانتقالي في المهرة في مديرية شحن، لماذا حدث ذلك؟ نعم، أبناء محافظة المهرة يرفضون مثل هذه التكوينات والتشكيلات التي تأتي خارج إطار مؤسسة الدولة الشرعية. أبناء محافظة المهرة منذ اللحظة الأولى رفضوا لمثل هذه التشكيلات، وأبناء مديرية شحن عبروا عن رأيهم ويرون في أن وجود مكتب المجلس الانتقالي أنه يهدد أمن واستقرار المديرية ربما، وعبروا عن
عن موقفهم بإغلاق هذا المقر، وأيضا طالبوا القوات السعودية بالرحيل عن منفذ شحن في نفس الوقفة يوم أمس، لأنهم يحاولوا دائما زعزعة الأمن والاستقرار وأيضا إعاقة الحركة التجارية والمسافرين في منفذ شحن. وهذا أيضا يحدث في منفذ الترفيه في مديرية حوف، وما رأيناه قبل 3 أسابيع من أطلاق نار من أحد الضباط السعوديين وخلق فوضى داخل منفذ ترفيه الحدودي، وأيضا استحداث إنشاءات، رغم أن أبناء مديرية حوف وقعوا على مذكرة ووثيقة في 10 فبراير من هذا العام يرفضون كل الاستحداثات العسكرية والاكتفاء بمؤسسة الأمن والجيش. وبالإمكان السعودية أن تدعم الأمن والجيش، لا عيب في ذلك، ولكن أن تدخل القوات السعودية إلى محافظة المهرة وتهل محل الجيش، فلا نجد لهذا مسمى سوى الاحتلال. بإمكان السعودية أن تدعم الأمن والجيش، لكن أن تتواجد هناك وتطرد الجيش، هذا الأمر غير مقبول، يقول سيد أحمد بالحاف. سيد سلمان عسكر، لماذا تقوم القوات السعودية بذلك؟ طبعا هالكلام نسمع منه كثير ونسمع كثير. خلال السنوات الماضية كان منفذ، طبعا أضيفك العزيز يقول أن التواجد القطري لم يلاحظ دبابة ولا بندقا قطريا ولا طائرة قطرية في المهرة، وأنا أقول معه صحيح وأتفق معه تماما، ولكن هل يستطيع أن ينكر المال القطري الذي يدعم هذه الأجندة داخل المهرة وشبوة وغيرها؟ لا أعتقد، هو نفس الريال القطري الموجود مع الحوثيين في صعدة. عموما أريد أن أوضح على سؤالك يا عزيزي، محافظة المهرة كما تعلم هي منطقة حدودية، وخلال الفترات الماضية استطاع الحوثيين عبر عملاء لهم من المهرة، سواء كان البعض منهم يتبع للجيش الوطني أو كان يتبع للحوثيين أو يتبع لبعض المواطنين العاديين، كانت تمر قوافل محملة بالصواريخ وبالطائرات المسيرة وبالأسلحة وبالذخائر المهربة عن طريق سلطنة عمان. خلال 4 سنوات مضت وهذا التهريب يطق هذه المحافظة الكبيرة المهرة في طريقه إلى صنعاء، لا أحد، لا ضيفك ولا غيره، يستطيع أن يضع غطاء على ضوء الشمس. المهرة وباعترافات من قيادات يتبعون للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء وباعترافات من بعض المنشقين من القيادات الحوثية كشفوا وأكدوا أن الحديدة لا تقل عن المهرة من حيث التهريب. الحديدة تتمركز بالتهريب البحري، وتتميز المهرة بالتهريب البري والذي يعتبر أكبر، كما شاهدنا يا سيدي، ولدي من الوثائق الكثير وأستطيع أن أزود بها قناتكم وقتما تشاءون صورا لأعداد كبيرة من التريلات التي دخلت بالقمح من سلطنة عمان عن طريق المهرة، كان ظاهره القمح وباطنه الأسلحة والصواريخ والوقود. أيضا أضف إلى ذلك الكتب الإيرانية دخلت عن طريق المهرة، الطائرات المسيرة المفككة دخلت عن طريق المهرة. هؤلاء يحاولوا أن يلبسوا هذه التريلات أو هذه الأرتال المتراكمة من المعدات الثقيلة بالظاهر بأنها مواد غذائية ومواد إغاثة، بينما في الباطن هي أسلحة. باستطاعتك وباستطاعة طيفك أن يتواصل مع مدير أمن المهرة، والذي أنا أعرفه والعلاقة به قوية جدا، وسيكشف المزيد من الفضائح التي تحدث في المهرة. نحن لا نتكلم عن مجتمع المهرة القبلية الوفية الصادق، ولكن نتكلم عن هذه المناظر التي للأسف زادت. يعني كيف يمكن التفريق بين هذا وذاك الآن في سياق وجود احتجاجات عامة سيد عسكر وخروج جماهيري واسع؟ نعم يا سيدي، هؤلاء المتجمهرون أو هؤلاء المطالبون برحيل القوات السعودية هم ذاتهم الذين طالبوا برحيل القوات الإماراتية من شبوة. رفقاء الليل هم رفقاء النهار هنا وهناك، الذين فقدوا مصالحهم من التهريب وفقدوا العمولة التي كانوا يأخذونها من تهريب الأسلحة عن طريق المهرة، من حقهم أن يعتصمون ويصرخون لأنهم فقدوا المعاش الذي كان يصرف لهم بمجرد دخول هذه المعدات الثقيلة الحاملة للأسلحة وخيانة اليمن وخيانة شعب اليمن.
هذه الأسلحة. طيب هذا الكلام خطير سيد عسكر، هذا الكلام خطير، دعني أنقل إلى السيد بلحاف وأضع السيد بلحاف بصورة أنه يعني إذا كانت الممارسات الإماراتية مرفوضة من قبل الشرعية بحسب التصريحات التي أدلى بها ممثلو الشرعية في مجلس الأمن وليس بحسب كلامي يعني، فإن التواجد العسكري السعودي يبدو أنه مقبول على الأقل على مستوى التصريحات الرسمية. هناك دوما شكر للجهود التي تقوم بها السعودية في اليمن في إطار التحالف العربي سيد بلحاف، إذا لماذا الانزعاج من هذا التواجد السعودي؟ أولا يا سيدي العزيز، بالنسبة للأخ الذي أضيفك الكريم الذي يتكلم عن التهريب عبر سلطنة عمان وعبر المهرة، هي محض اتهامات وتزييف فقط لإيجاد مبرر لتواجد السعودية وقواتها وراجح باكريت وكبير أدواتها في محافظة المهرة، عجزوا على أن يثبتوا ولو حالة واحدة، فهم يدعون فقط أن هناك تهريبات في محافظة المهرة، محافظة آمنة مستقرة، لا يجوز الاتهام بهذه الاتهامات الباطلة المزيفة. فالسعودية تحاول أن تهاجم محافظة المهرة بهذه التهم لخلق مبررات للدخول إلى محافظة المهرة. القوات السعودية في محافظة المهرة تعمل على دعم المتطرفين، على دعم الإرهابيين، فمعسكراتها لا تخلو من الإرهابيين والمتطرفين، والذين حاولت في بداية قدومها إلى محافظة المهرة أن تعمل لهم مراكز لمزاولة نشاطهم. القوات السعودية في محافظة المهرة تدعم كل من هو خارج عن القانون، فمحافظة المهرة التي كانت آمنة مستقرة لم تدعم الحوثي بأي سلاح ولم تكن ممر أو شيء من هذا القبيل. في سلطنة عمان كانت هي السند في الجانب الإنساني لأبناء محافظة المهرة ولأبناء الجمهورية اليمنية بشكل عام. فهذا فضيفك الكريم ذهب إلى اتهام دول واتهام شخصيات واتهام أحزاب وطنية، فكأنه لا أحد يوجد إلا القوات السعودية وأدواتها. اليوم قوات السعودية في محافظة المهرة تمارس دور الاحتلال وخلق الصراع داخل محافظة المهرة. كل هذه التهم زائفة لا صحة لها، باطلة، لا يمكن القبول بها. فدور القوات السعودية في محافظة المهرة لا يقل خطورة عن التواجد الإماراتي الذي كان في سقطرة وفي شبوة وفي عدن. فكل دول التحالف الإمارات السعودي تحولت من دول التحالف لمساندة الشرعية إلى دول الاحتلال للمحافظات المحررة. تفضل بالبقاء معي سيد بلحاف. أعود إليك سيد عسكر، يعني في سياق أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وصل إلى مرحلة الضيق من الدور الإماراتي، وهو الذي يعني ربما رحب بها في سياق التحالف العربي، وصل به الحل الآن إلى الضيق منها من ممارساتها على الأرض، وكانت لهجته شديدة جدا فيما يتعلق بالحديث في مجلس الأمن أمام الدول الأعضاء هناك. هل سنرى في ذات يوم أو في يوم ما ذات الرسائل من يعني ذات اللهجة إن صح التعبير تجاه السعودية؟ لماذا هذه الممارسات على الأرض إن صح التعبير؟ شوف، أنا أود أن أشير إلى نقطة. هناك شخص أحد الوزراء ويبدو أن المبعوث اليمني في مجلس الأمن حاول أن يلمح أو يسيء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صراحة. هذا الأمر على حسب ما توفر لي من معلومات أغاض فخامة الرئيس عبد ربه هادي ونائبه علي محسن ورئيس مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر لم يكن مخولا في الحديث فيه. فلذا ما نسمعه أو يسمع لنا أو يقال هو مجرد إشاعات لا صحة لها. الإمارات العربية المتحدة هي التي جرعت العلقم لبعض الذين هم الآن يريدون أن يسيئون لها ولمكانتها وتواجدها في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن. الإمارات العربية لسنا بمحض الحديث عنها الآن، ولكن ما تقدمه الإمارات من خلال دعمها العسكري واللوجستي إضافة إلى الدعم الإنساني والهلال الأحمر وما يقدمه في اليمن هو أفعال على أرض الواقع، بينما البعض لم نشاهد لهم لا ناقة ولا جملة غير إرسال الريالات القطرية من أجل تفكيك اليمن وتدميره وقتل الشعب. هذا من جانب. الجانب الآخر يا سيدي، يجب أن نضع الأمور في مواقعها وألا نعبر كيفما نشاء من أجل أن نسيء لشخص أو دولة أو ما شابه ذلك. ضيفك يقول بأن ما قلته مجرد هراء لا صحة له وأنني أتهم دولا، ولكن وسأفضحها لك على قناتك العزيزة قناة بلقيس، بأن هناك أعضاء ومسؤولين كانوا ضمن وفد التحالف المؤتمر الشعبي العام والحوثيين الذاهب إلى جنيف في المرة الثانية في جنيف 2، كانوا قالوا بالكلمة الواحدة وهم أحياء لا يزالون أحياء إلى الآن، بأن هناك طائرة غادرت من سلطنة عمان تحمل خبراء إيرانيين. إذن سلطنة عمان لا نريد أن نتكلم أكثر، ولكن هذا من قال هم مسؤولين
من المؤتمر الشعبي العام الذين كانوا حلفاء للحوثيين في وقت ما. الأمر الآخر، اعترف الإيرانيون بوجودهم في اليمن، وللأسف لا يزال معنا مثل ضيفك يظهر وينكر هذا الوجود الإيراني وحزب الله. هؤلاء يا سيدي من المستحيل أن يسيئوا لإيران، ومهما يعني من أين الصواريخ التي توفرت يا أخي؟ علي محسن ناصر الذي كان قائد صواريخ سكود في صنعاء في العام 2009 و2008 فترة الرئيس الراحل علي صالح، قال لي بالكلمة الواحدة: لم يكن لدينا يا سلمان إلا 21 صاروخ فقط. الآن ما أرسل على المملكة العربية السعودية هي 233 صاروخ. أريد من ضيفك أن يقول لي: هل الحوثيين صنعوا هذه الصواريخ؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا على علاقة دولية وتبادل مصالح مع الحوثيين حتى تزودهم بهذه الأسلحة؟ وكيف تم التزويد والمطار مغلق والبحار محاصرة؟ يا أخي لا نريد أن نخذل على بعضنا. الأسلحة التي استهدفت المملكة العربية السعودية وتمكنت القوات الجوية السعودية من صدها، هذه الآثار عليها البصمة الإيرانية. يا أخي لماذا هؤلاء يكذبون؟ لماذا ينكرون التواجد الإيراني؟ لماذا ينكر أن سلطنة عمان ليس لها دور؟ سلطنة عمان مثل من يصلي أمام الناس وكأنه العابد، ولا أريد أن أكمل الجانب الآخر. سلطنة عمان تعمل في الخبث وفي الخفاء ولم يعد شيئا خفيا. وإذا طيب يعني الآن سلطنة عمان ليس يعني ليس الدور في هذه الحلقة لمناقشة تحركاتها بداخل اليمن، لكن على كل حال أشكرك. يعني المهرة يا سيدي، أشكرك على كل حال على تواجدك معنا سيد سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي، كنت معنا على الهاتف من الرياض. بعودة أخيرة إليك سيد بالحاف، سمعت ما قاله الرجل، يعني هناك في نهاية المطاف مصالح إقليمية لكل دولة ربما في اليمن، قد لا تكون هناك مشكلة في هذه المصالح إذا كانت في سياقها الصحيح، لكن الآن ما هي الخطوة القادمة فيما يتعلق ب يعني جهود هذه الاحتجاجات والمحتجين والقبائل كما تتفضل أنت بالقول في المهرة؟ ستظل الاحتجاجات مستمرة، وستظل أبناء محافظة المهرة يرفضون التواجد السعودي أو أي قوى أجنبية أو قوات أجنبية في محافظة المهرة. وباختصار أود أن أعقب على النقطة التي أتى بها ضيفك بالنسبة لسلطنة عمان. نحن لم نجد من سلطنة عمان إلا كل الخير والدعم الإنساني سواء على مستوى محافظة المهرة أو اليمن. وبخصوص سؤاله عن الصواريخ التي امتلكها الحوثي، بالإمكان لضيفك الكريم أو المختصين من الجانب السعودي أن يسألوا الحوثيين حين يفاوضونهم في طهران الجنوب أو في أي منطقة من المناطق السعودية حين يفاوضونهم على وقف صواريخهم وضرب أراضي المملكة العربية السعودية. ولكن محافظة المهرة بريئة مما اتهم به ضيفك من تلك التهم الزائفة، ونحن نعرف أن القوات السعودية اليوم تحاول أن تلصق لمحافظة المهرة وبنائها تهمة الإرهاب بعد أن فشلت في اتهام سلطنة عمان بتهريب الأسلحة للحوثيين. فنحن لا نجد من سلطنة عمان إلا العون وفي في في المجال الإنساني في 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 التعاون مع أبناء الشعب اليمني بشكل عام على أي ظرف إنساني سواء المرضى أو الطلاب بالعبور عبر أراضيها أو بمنحهم المعونات الغذائية والدوائية فعلا. فنحن نرى من الأشقاء في السعودية أن يحكموا لغة العقل والمنطق وأن يعودوا إلى رشدهم بدلا أن يفقدوا أنصارهم وأخوانهم وأشقائهم العرب. شكرا لك سيد أحمد بالحاف المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. إذن الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونستطيع نشير إلى أنه كان من المفترض أن ينضم إلينا نائب المتحدث باسم المجلس الانتقالي السيد منصور صالح لكن تعذر ذلك. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.